طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في المستشفى التركي نرحب بجمعية ساما في تعاونه وفي شراكته مع المستشفى التركي. وصراحة المستشفى التركي محتاجة لتأهيل كان، وخاصة قسم الأطفال محتاجة لعدد من التأهيل. ومن أهم الأشياء كان موضوع الأكسجين، اللي هو بالنسبة لنا نحن في إدارة التمريض وتعاملنا مع المرضى، موضوع الأكسجين ده بالنسبة لنا موضوع مهم شديد، اللي هو نحن بنحتاج إنه ندي الأكسجين للمريض المحتاج في أسرع زمن ممكن لإنقاذ حياته. فسامة شاركت مشاركة قوية جدا جدا، كانت فعالة في إنه أقامت لنا محطة للأكسجين المركزي، اللي هو المحطة دي بتخدم 3 أقسام بتاع الأطفال، اللي هو حوادث الأطفال وعنبر الأطفال وقسم حديثي الولادة. وهي ساهمت كبير جدا في إنه نحن نقدم الخدمة بطريقة كويسة وبطريقة سريعة، إنه المريض بيجينا في الحوادث. كان قبل الأكسجين المركزي ده عندنا مشاكل كثيرة في الحوادث، اللي هو نحن بنكون محتاجين لعامل يحرك لنا الأسطوانة من وإلى، يعني من مريض لمريض أو كده. بنكون محتاجين برضو لعامل عشان يفك لنا المنظم بتاع الأكسجين من أسطوانة لأسطوانة أخرى، ودي كانت مشكلة. فهسي الأكسجين المركزي ريح كثير من الحتة دي، إنه بننقذ الطفل في زمنه، في الزمن القياسي، وده أسهم في شفاء، يعني بيساعد في شفاء المريض بصورة أسرع. إحنا برضو عندنا في الفترة اللي بدأ فيها الشغل مع جمعية ساما وتوفير للأكسجين، اللي هو نحن في ظرف أقل من شهر كان عندنا دخولات اللي هي تفوق 500 مريض، وده في الحوادث في الأطفال بصورة عامة. وكان في حديثي الولادة 45 حالة تقريبا، ويعني في الفترة دي استهلكنا ما يزيد عن 100 أسطوانة، ودي يعني دي كانت يعني حاجة فعالة جدا جدا. ونحن نشكر جمعية سامة على هذه الخدمة وتواصلوا معنا حتى اللحظة دي، يعني في تفقدها لهذا العمل.